محمد العربي بن مهيدي رحمه الله، ومعه قافلة من الشهداء والمجاهدين، خاضوا ثورة كسرت أغلال الذل والعبودية والهوان بتقديم أنهارا من الدماء الزاكيات الطاهرات. يكفي أنهم قدموا زهرة شبابهم وأرواحهم ودمائهم ليجعلوا منا سادة كراما أحرارا في أرضنا. أنا أسمي شباب عين منين الغيور الذي ينتظر 365 يوم ليأتي في هذه اللحظة. أنا أسميكم بأحباب الشهداء. لماذا أحباب الشهداء؟ لأنكم آمنتم بالشهداء، بقضية الشهداء، بمبادئ الشهداء، بتضحيات الشهداء، ولكنكم لم تروهم، فأنتم أحبابهم. قاسما بين سلاح الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات، قاسما بين سلاح الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبرود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن صرنا إننا نسألك في هذا الوطن أن تجمع قلوبنا على حب الخير وخير العمل، وأن يجعل هذا البلد دائما في سخاء وازدهار، وأن يجعل بلدنا في رقي وفي عزة وفي منعة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق لمن أراد ببلدنا خير أن يوفقه لكل خير، ومن أراد به شر أن يشغله بنفسه وأن يجعل تدبيره في تدميره. أمين. وأن يصلح أحوالنا في هذه البلدة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.